مهمة جدا، وموضوع الحقيقة أنا شايف أنه شديد الأهمية، وزي ما يقولوا كومبلين أو شكوى لكثير من الناس. كثير من الناس عندهم ضعف إبصار، عندهم مشاكل في الرؤية القريبة، ما يقدرش يقرأ كويس، ما عندوش عنده كذا نظارة، نظرة قراية ونظرة نظر عادية، خايف يعمل إبصار مثلا لا يواجهوا مشكلة مع القرايات القريبة، وخصوصا احنا معتمدين يعني كلنا قاعدين على الفيسبوك، كله قاعد بيقرأ في الفيسبوك، بيقرأ كومنتات، لو هو تأثرت القراية القريبة مش هيقدر يتعامل مع الحاجات دي. شغله بقى لو هو بقى بيشتغل محاسب في بنك لازم على طول بقى يبقى نظرة القراية موجودة. النهاردة قضية مهمة جدا هنتكلم عليها، ازاي نتعامل مع هذه الشكاوي المتكررة من ناس كتير. ضيفي العزيز الحقيقة قمة علمية كبيرة واسم كبير في عالم العيون، وبسعد جدا بلقائه وشرف كبير لنا هذه الزيارة في حوار مهم وفي تكنولوجيا حديثة للغاية. طبعا هو الأستاذ دكتور عمر برادة. أهلا بيك يا دكتور عمر. أهلا بيك دكتور أيمن، منورنا. وأنا بنقلك شكوى شهيرة جدا. صحيح. المشكلة عند البشر جميعا بعد سن الأربعين انه يبتدي يواجه صعوبة في رؤية الأشياء اللي على مسافات قصيرة، ويبتدي انه هو يحتاج انه يلجأ الى نظارة اللي بنسميها نظارة قراية عشان يقدر انه هو يمارس عمله الحاجات القريبة زي ما حضرتك كنت شرحت. واحنا النهاردة في العالم الحديث احنا معظم متطلبات البصر عندنا هي الحاجات القريبة، ان كان قراءة الجرايد او القعدة قدام الكمبيوتر او الشغل المحاسبي او اي مكان، احنا بقينا معظم حياتنا مقضينا بنبص على حاجات قريبة مننا. فان البني ادم يبتدي ان هو يفقد القدرة انه يركز بعينه المجردة على الحاجات القريبة ويشوفها بكل وضوح، تبقى مشكلة مزعجة جدا للعين او للبني ادم او للشخص ده. ايه الحلول؟ هناك حلول تقليدية وهي نظارة القراية. نظارة القراية كويسة وبتشتغل وبتخلي العيان ان هو يشوفها بكل، يشوف الحاجة القريبة بكل وضوح، ولكن فيها مشكلتين. المشكلة الأولى ان المقاس النظارة بتاعت القراية محتاج ان هو يتغير بالتدريج. يعني عند الأربعين العيان يحتاج يلبس نظارة بلس 1، عند الـ45 او الـ42 واحد وربع، واحد ونص، وهكذا لحد ما بنوصل لبلاتو معين عند سن الـ60 سنة وهي بتبقى بلس 3. والاعراض اللي بنشوفها او العيان يعرف او الشخص يعرف ازاي ان هو بيعاني من هذه المشكله اللي بنسميها باللغه الطبيه بريسبايوبيا، هي انه يلاقي ان هو محتاج يعمل حاجتين: يرجع شاشه التليفون او الجورنال لورا شويه عشان يبقى فوكس ويشوف الدنيا بوضوح، دي مشكله، او انه يكبر الفونت قد كده، او انه يعلي الاضاءه اللي هو بيقرا فيها جدا عشان يقدر ان هو يشوف القصه دي كلها. في كل الاحوال الموضوع مزعج جدا، وبالاخص لو واحد مثلا محتاج انه يلبس نظاره للمسافات البعيد، فيبقى لابس نظاره المسافات يقلعها، يلبس نظاره القرايه، او يعمل باي فوكلز اللي هي جزء من النظاره بيبقى للمسافات وجزء تاني للحاجات القريبه، ومش كل الناس بتستحمل هذا الموضوع، الموضوع بيبقى مزعج جدا. او انه ينزل النظاره كده، حضرتك عارف فهو احنا النهارده في 2018 احنا العالم كله في مجال طب وجراحة العين ماشي في اتجاه معين اسمه spectacle independence، الاستغناء عن النظارة كاملة في جميع الأعمار السنية من بعد سن ال 18. ان احنا عارفين ان قبل سن ال 18 نمو العين ما يكونش اكتمل، ما ينفعش ان احنا نعمل تصحيح ابصار ولا بليزر ولا بعدسات ولا باي حاجة خالص الا لما الدنيا كلها تستقر. المشكلة اللي واجهت المجتمع بتاعنا في الفترة اللي فاتت دي هو بعد ما تقدمنا في الليزك وخلصنا الناس من نظارات القصر النظر وطول النظر والاستجماتيزم، ازاي نخلص البني ادم او الشخص اللي عدى سن الـ40 من نظارة القراية؟ والعلم اتطور على مدى يعني نقول ايه العقود اللي فاتت، وحاولنا بطرق عديده، منها عدسات، منها عدسات بتتزرع جوه العين، منها تشريط في صلبه العين وهو الجزء الابيض، منها كانت في الاول البدايات للليزر او الاكزيمر ليزر اللي هو الليزك لتصحيح او ان احنا نحسن من هذه المشكله، والتكنولوجي والسوفت وير بتاع الليزك ده اللي هو اللي بيصلح نظاره القرايه اتطور على مدى السنوات السابقه لحد ما اخيرا وصلنا لحل رائع لهذه المشكله اللي احنا بنسميها السوبرا كور. السوبرا كور ده اسم هشرحه بالتفصيل دلوقتي،
هي القمة اللي احنا وصلنا لها عشان نعالج